بيمشي بدمه ما بيطلع للكل. عيش وقلبك راضي وانسى الماضي وخلي الامل يضل. واحد فينا همه بيمشي بدمه ما بيطلع للكل. عيش وقلبك راضي وانسى الماضي وخلي الامل يضل. لا تزعل على شي حضرك رح يبقى يمشي. خلي ايمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بعمرك لا تزعل على راح ودربك. رح تبقى تكفي وبالصبر بيرجع كل شي. لا تزعل على شي قدرك رح يبقى يمشي. خلي إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بتحل بعمرك لا تزعل على راح ودربك. رح تبقى تكفي وبالصبر كل شيء بالدنيا يمكن تمرق لحظة تحرق قلبك وتخلي تخسر أغلى ناسك. يكبر جرحك يبقى عايش فيه. الدنيا يمكن تمرق لحظة تحرق قلبك وتخلي تخسر أغلى ناسك. يكبر جرحك يبقى عايش فيه. لا تزعل على شي قدرك رح يبقى يمشي. خلي إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بتحل بعمرك لا تزعل على راح ودربك. رح تبقى تكفي وبالصبر بيرجع كل شي. لا تزعل على شي قدرك رح يبقى يمشي. خلي إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بتحل بعمرك لا تزعل على راح ودربك. رح تبقى تكفي بيرجع كل شيء. إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشيء. لك شو طيور اشتريت لك يا هون لك مر؟ لك علي الحلال بياخدوا الأعلى. ايوه اشتريتهم ولا رميت عليهم الشبك؟ لك هي لك مر هي نشتريت هون ولا رميت عليهم الشبك؟ ما الطيور صاروا طيوري. هات لنشوف شو جنس الطيور. واحد مسود والتاني بربريسي. يا سلام عليك على هيك طيور. أك عينك تشوف المسود لك مر. لك رقبته طولها شبر. رجليه طولهن شبرين. لك إذا بيفرد جناحه هاد بيروح ذراع ونص. وجناحه هاد ذراع ونص صاروا ثلاث ذروع. لك مر عليه عين حمراء هالقد قدها هيك هالقد قدها لك مثل الدم. يقبرني الله. لك درغام شو شاري نسر؟ انت تعال لعندي اليوم على الرفسه لفرجيك ياهو. بدي ورجيك ياهم بعينك. انا ما بكذب لك مر. اليوم بيجي لعندك لكان لشوف صدقك من كذبك. لكان في طير جناحاته دراعه نص. اخي تعال وشوف بعينك. المهم انت ليش عم توصف لي ياهم؟ لانه بدي بيحهم. يا اما بدي لاقي لي لكل طير طيره جوزه اياها مشان اخذ منهم فراخ. ايوه هيك قول من الأول. عندك شرة لقلهم؟ شنو لازمني مصاري؟ بدون مفاصلة من الآخر قديش بدك حقهم؟ وانت لمين بدك ياهم؟ لقلي للصبابة. ما بنختلف لك مر ما بنختلف أنا وياك. انت بتجي لعندي المساء بتشوف هون ومنتفاصل عليهم منيح هيك؟ ماشي بس عندي شرط صغير. تفضل. بدك تقلي من وين لاقطهم ومين صاحبهم. لك هلا انت شو بدك منين لاقطهم ومين صاحبهم؟ عمي انا عم بيعك طيور مع كفالي. لك يا ابو الدرغين خوفي يجي صاحب الطيور لعندي شي زياره ويشوفهم. اذا هيك رح اقول لك مين صاحبهم بس على شرط ما بتقول لحدا بنوبها. لك شو شايفني غشيم سوسه لك درغام؟ انا عم حزرك شنو انا وصاحبهم صيد مصع. يا
يعني إذا هدى طير من طيوري عنده بيبصع له رقبته مصع، وإذا هدى طير من طيوري عندي علي الحلال لأشلخه للصيد الأكبر. إيه ما بدهك لهالشرح، شنو هذا الكلام معروف. السلام عليكم خالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمر عمي. خالي جينا أنا والحريم هلا من حلب، وسمعنا إنه خانك مسموياته كويسة، فبدنا تدبر لنا أوضة هيك مشمسة وململمة على كيفك. على عيني وراسي عمي، كم يوم بدك الأوضة؟ يعني شغلة أسبوع زمان بس لبين ما نقضي شغلتنا. على عيني عمي، أعطيني كوشانة. شرف عمي، هي كوشانة. على عيني وراسي، هي مفتاح الأوضة، فوت الحريم ورجع لعندي لنتفاهم كلمتين. سلم دياتك يا خالي. الله يسلمك عمي. شرفي خرجي، شرفي. أما طيرة لك مر، شو طيرة؟ لك أنا طير؟ شو هي طيرة ما طيرة؟ عش عم تحكي؟ لك الطيرة يلي بدي جيبها للمسوق تبعي، لك عم حاكي. لك يا ابني يا بكري، ايش شو هاي القعدة هون لخيو؟ ليه جبنا لهون؟ لو رحنا عند عمك ابو عبو والله كنا قعدنا حكينا معه ونمنا عنده احسن من هالنوم بهالخان. لا نهنتي لا، ما بدنا ننتقل على عمي ابو عبود من اولها، خلينا هيك قاعدين بالخان ومرتاحين. ايش شو هاي ننتقل ما ننتقل خيو؟ والله عمك ابو عبود لا يستقبلنا احسن استقبال. ما هي خلينا باركين بالخان كم يوم بس لبين ما تخلص شغلتنا. اختي بس خلصت شغلتنا بنقعد عنده كم يوم قديش بدكم؟ ايه بس والله ما يزيب قبركتنا بالخان وعمك ابو عبود ساكن بالحاره. نانا انا كثير مشتاقه اشوف بنت عمي وعمي ومرت عمي. رح بتشوفيهم كلهم اختي، بس صبري علي شوي لبين ما خبروا انه جينا على الشام. اخ لكان ايش عم تستنى؟ بدي اقوم روح من هلا لعندهم. ايش بيقوم لعندهم؟ انا بدي اروح معه. ايه وانا نانا كمان بدي اروح معكم. ايه وحياتك لاخذك معنا. يلا لكان يلا يلا روح عند بيت عمك ابو عبود. مو قلت لك صبري علي شوي؟ ايش بك اختي؟ لا اله الا الله. نانا ايش بو اخوي بكري؟ ليش ما وريدنا نروح على بيت عمي ابو عبود؟ تركي تركي، مو بتعرفي عقلاته؟ هلا وحيات عينك بس نرتاح شوي باخذك ومنروح. لك تسلمي لي يا احلى نانا بالدنيا. والله انا كثير مشتاقه لبنت عمي فاتن. يي كلها لقت تحبيها تقبريني. ايه وهي كمان بتحبني كثير. بس صار لي اكثر من 10 سنين ما شفتها، من وقت ما عمي ابو عبود ترك حلب واجى على الشام. وحياة عينك لا تشوفيها وترجعوا تلتقوا. والله العظيم تقبري روحك يا نانا. حبيبتي انت شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ابو عبود النجار ما غيره جارنا بالحاره، بيكون عمه. ايه والله والله يا خالي، اخو ابوي اللزم وصار لي زمان ما شفته. ايه والله والنعم، والسبع تنعاملك عمي منك ومنه. والنعم منك خال. اي شيء بدك اياه، اي شيء بتطلبه على الحارك بيكون حاضر وبين ايديك. كتر خيرك يا خال، تفضلت على راسي من فوق. واجبنا عمي واجبنا. وصينا خالي. سلامتك، سلم على عمك. السلام عليكم. الله معك مع السلامة. خالي؟ خير عمي. بس زكاتك إذا بتحسن الدنيا على بيت عمي أبو عبود بالحارة. أيوة، ليش عدم المؤاخذة الحريم اللي معك؟ ما بيعرف البيت؟ الحجة بتعرفه، بس أنا شوفت عينك أول مرة بجي على الشام. بسيطة، تاخذك الحجة على البيت. الحجة هلا تعبانة، بدي روح أنا أسب أو بعدين بدك تلحقني. ايه اذا هيك الله يعافيها. الله يسلمك. لا تاكل يا عمي، اسمع، تطلع من الخان تاخذ ايدك اليمين، الحاره ما بتضيع حدا، بتضل ماشي لتشوف دكان لحام ابو شاكر، بعد منه بيجيك الخضري ابو قاسم. يا خال والله هيك ما راح اعرف، حواري الشام انا ما بعرفه مثل عادي، اذا بتشوف لي حدا عندك الله يرحمك. على عيني، فهمت عليك. مر لك يا مر. تعمي تعم. مر معلم. الله يرضى عليك. تاخذه للاخ بكري وبتدله على بيت عمه ابو عبود النجار اللي بالحاره. اي مو على عيني وراسي، رح دله على بيته وعلى دكانته كمان، شنو هلا بيكون بالشغل. اي على الدكان احسن، الله يخليك. اي بعيوني. بالاذن عمي. الله معكم، مع السلامه يا شباب. بر لا تاخر علي، بتروح وبترجع بسرعه مشان نكفي الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه. الله معكم، مع السلامه عمي، مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله حيو عمي ابو حكمي. اهلين بدرغام. اهلين عمي اهلين. كانه في بتمك حكي. ايه والله، شو وينه فوارس؟
إلي زمان عم بستناه وأنا معاوزه بموضوع ضروري. إيوه، وليش ما عم تستناه؟ عمي في موضوع سري بيني وبينه. حلو الحكي، وشو هو بقى الموضوع السري اللي بينك وبينه؟ عمي سلامة معرفتك، هذا موضوع سري، فإذا حكينا لك يا بصير سري مري، ما بيضل سري. معناتها رح أقول لك سر غيابه لفارس. تفضل عمي. هذا يا سيدي بعت لك يا لفارس. لوين؟ على بزورية. ليه؟ يجيب أغراض للخان. بقى إذا بدك تستنى استنى، ما بدك تستنى اضوي. أنا اللي بستنى عمي، أنا اللي بستنى. أنا لا عندي لا شغلة ولا عملة، أنا شغلتي لعز رقبي. أيوه معناتها. وين عمي؟ رح روح أعمل لك كاسة شاي دلعه مثل ما بتحب. خلي لي إياك، اقرب عجب عمي، اقرب عجب. وأرجيلة كمان. إيه بمعيتك، شو عليه؟ وأرجيلة. وأرجيلة؟ إيه. قوم، قوم من وشي أشوف، قوم. خلاص عمي أنا ما بحب الشاي، مين قال لك إني بحب الشاي؟ أنا ما بطيق الشاي بنوب. نانا، بدي أقول لك شغلة بس بدي إياكي ما تزعلي مني. لا يا حسونتي، أنا ما بزعل منك حبيبتي، احكي إيش في. بس بدي أفهم، أنت ليش بدك تخطبي له لأخوي بكري بنت عمي أبو عبود فاتن، مع أنه عمي أبو مالك عنده بنات أحلى منه؟ ها ها، أنت سألتيني وأنا بدي أجيوبك. يلا، وأنا عم بسمعك. هذا عمك أبو عبود ترك حلب ونزل على الشام برك فيها. ليش؟ لأنه زعلان من عمك أبو مالك. هي بعرفها، بس أنا ما بعرف ليش هن زعلانين من بعض. لك يا خيتو يا ستي، مو عم بحكي معك، ليش عم تقاطعيني؟ حاضر نانا، تفضلي احكي. اخ ايش بدي احكي لك يا بنتي، هذا عمك ابو عبود ترك حلب ونزل سكن بالشام. 10 سنين ما عدنا شفنا وجهه ولا مره. بتعرفي ليش؟ لانه زعلان من عمك ابو مالك. ايوه. وانا بقى فكرت ايش لازم اساوي مشان اخليهم يتصالحوا مع بعض. ايه، قلت بجوز أخوك بكري لبنته لأبو عبود. طيب أنا ما فهمت، شلون عمي أبو عبود بده يرجع على حلب؟ آها، أنت قلتي لي هلأ وقت الواحد بيجوز بنته على بعيد، أيه؟ على الغربة يعني، بده يشتقلها. وبس اشتقلها إيش بيعمل؟ بنزل على حلب يشوفها، وبس شافها هيك بتصالح مع عمك. لك تقبري قلبي يا نانا، شقد عقلك كبير. لك يا حبيبتي، هدول ولادي، أنا ما بريدهم يزعلوا من بعض. بتعرفي الله يرحمه وأتوفى أبوكي، عمك أبو عبود ما نزل على حلب وودعه. بتعرفي ليش؟ مشان ما يشوف عمك أبو مالك ويتصالح معه. آخ يا نانا، طب ليش هيك عمي أبو عبود قلبه قاسي؟ لك هو قلبه مو قاسي، بس هيك الله خلقه، وقت ما خلق عصبي، ما بيتحمل كلمة، أي حدا بيحكي معه بكون نقز بسرعة وعصب عليه. إيه الله يعينه على عقله. بس صدقيني يا ستي، عمك قلبه طيب كتير وبيسامح بسرعة. لو كان قلبه طيب وبيسامح مثل ما قلتي، ما كان ترك أخوه أبو مالك كل هالمدة وما حكى معه. إيه بس كمان عمك أبو مالك عليه الحق. إيه وبإيش عليه الحق؟ فهميني. هذا يا ستي عمك أبو مالك هو الكبير وهو اللي بيفهم، ما كان لازم يترك القصة تكبر ويلا هات وعطي وخود ورد وكبر وكبر وصار اللي صار بيناتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمي وحكمي. جبو هذا جبو. أعطيني إيدك لأبوس أمي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا ابني دنيا. خليلي إياكي. شلونك عمو؟ أهلين 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 عمو أهلين. هي إجا عمك يا حسنية. ما شاء الله ما شاء الله، صارت صبية ما شاء الله. الله خلينا إياكي. الله يطول بعمرك يا رب. يا أهلين. شايف لي بكري؟ إيش هالبكري؟ إيش هالبكري ما شاء الله؟ صار شاب وما حدا قده. الله يبارك لك فيك. أهلين عمو أهلين أهلين. تعقوا جنبي والله اشتقت لك، دايب قلبي عليك. والله يا أمي كمان أنا دايب قلبي عليك. الله يخلي لي إياك. الله يرضى عليك يا أمي، والله دايب قلبي عليك. أنا كمان خلي لي إياك. طلع عمو أخو أبوه على سن رمح. يعني المخلوقة اللي جوا بتكون أخته، ما هيك مر؟ ما سألته ولا سألني، شو بدي بهيك سؤال؟ لك ليش ما سألته؟ لك شو فيها لك مر إذا سألته؟ شو فيها؟
شو اسأله لك درغام؟ شو اسأله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدك الدم يصير للركب؟ أعوذ بالله من هيك سؤال. بعدين شو بدك أنت إذا كانت أخته ولا مرته؟ شو بدك؟ لك يا مر يا حبيبي، محسوبك انسطل فيها من أول ما شفتها جاي معه يا حبيبي، فهم علي بقى. يعني شو صار لك؟ لك عيوني فنجر وفنجرة، وقلبي صار يدق بسرعة هيك بوم 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 بوم، وركبي ما عاد حملتني، شطت ريالتي عليها لك مر، الله وكيلك شطت ريالتي عليها. يعني كل هالشي صار معك لك درغام ولا ما انتبهت؟ عم حكيك مر، انت شو بدك تنتبه وانت بالك مشغول بالطيور اللي كمشت هون؟ شلون؟ يا سيدي شو بدي فيك وفيها؟ بس بفهم من كلامك انت رايدها للمخلوقة. شلون يعني رايدها؟ اوضح وافصح كلامك اخي مر. درغام بدك تتزوزها؟ والله يعني ما بعرف شو بيصير معي، انا رح فكر فيها، وان ما فكرت فيها كمان ما بعرف شو بيصير معي. يعني يا بتزوزها يا ما بتزوزها، يا لي مصلحة اتزوزها يا ما لي مصلحة اتزوزها، ما بقدر اوعدك اخي مر. ايش هو عم نلعب نحنا يا يوم؟ نعم. مرة جاي وقتك تجي على الشام ابعتيلي خبر انه جاي على الشام. جاي؟ وشلون يعني ابعت لك خبر يا مو؟ يعني بعتيلي مكتوب من حلب قولي لي يا ابني انا جاي على الشام مشان اعرف استقبلك وامن لك اوضه تقعدي فيها. ها يعني بفهم من كلامك انه ما عندك اوضه تستقبلني وتقعدني فيها ابني؟ صدقيني يا امي ولا اوضه فاضيه، ومثل ما بتعرفي هذا البيت انا مستاجره ايجار ما هو ملكي، وهو صغير يا دوب وسع عنا. طيب ليش ما بتنزل على بيتك اللي بحلب وبتبرك فيه؟ ولك يا أمي إيش بدي أنزل أساوي بحلب؟ أنا هون صار شغلي ورزقي، وأنا هون ربيت زباين كتير. وكمان بحلب أنت عندك شغلك ورزقتك وزباينك الكتار كتير. ولك يا أمي هون الشغل أحسن وأكواس. لك يا أبني بحلب كمان عندك رزق وزباين وكل شيء. هلا هلا ما بدي. وإمتى ناوي ترجع على حلب؟ هلا ما بعرف، المهم شيلونا من هالسيرة. إيش جاي على بالك تاكلي يوم؟ أنا ماني جوعانة وما بدي أكل. شلون مالك جوعانة؟ إيه هلأ وصلتي من حلب؟ أنا وقت بتجوع باكل عكيفي، فهمت؟ أمرك يوم، على كل هلأ رايح على الشغل أنا، وإذا بدك شي ابعتيلي بكري على الدكان. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام عمي. أبا ما يلي عندي على المحل عمو. وجب بجي. فهمت علي؟ تأمر. بدك شي يا مو؟ سلامتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نانا شو هذا اللي شفته بعيني؟ شو هذا اللي شفتي يا بنتي؟ شايفتلك انه نحن جينا عند واحد غريب، لا كأنه عمي ولا منعرفه. الله يسامحه. لخاي ابو حكمي انا ايش دخلني بحساب الخان؟ عندك ابن اخوي بكري تحاسب انت وياه. الله يسامحك على هالحكي يا ابو عبود، انا عم اقول لك حاسبني شي. لكان ايش قصدك عم بتقول لي كم يوم بدهم يبركوا عندك؟ لك انا قصدي يا ابو عبود شو بدك؟ شو عاوز؟ شو ناقصك من شان ضيوفك؟ انا بخدامتك ورقبتي سداده لإلك. تسلم، ما بدي غير سلامتك. الله يسلمك الهي. السلام عليكم. قاعدين ابو عبود؟ شو القصة لك درغام؟ لك ما في شيء، اللي فهمته انه ابو عبود ما له رضيان لجيته العشان، مشان هيك ما بده يدفع حساب الغرفة لابو حكمي. ايه مو على كيفه، عمك ابو عبود بده يوافق غصب عنه. يا نانتي كل جيتنا عالشام انا شايفه غلط وغلط، ما حسبناها منيح اول ما اجينا. هلا لا تحكي حكي بلا طعمه، اليوم نروح لعنده ونحكي معه بالموضوع، وانا بدي اطلب شخصي لبنته مننا. لا نانتي لا تروحي ولا تعذبي حالك، انا بنت عمي ابو عبود ما عاد بدي اياها، بدي اخذ بنت عمي ابو مالك. لا ستي لا، الله يخليك، لا تحكي لي حكي من راسك طالع نازل، خليني اشوف عمك واحكي معه بخصوص بنته فاتن وبعدين. لك انت حجه ما شفتيش شلون استقبلني بالدكان، لك كانه ما بيعرفني، ما شفتيش شلون حكى معي. يعني ايش حكى معك؟ ايش قال لي؟ ايش قال لي؟ علي ما الله حسيته كل خلقتنا مو حابب يشوفها، على ايش جابكم على الشام وليت جايين ورايشكم بهالشغله؟ الله وكيلك حسيته مو طايقنا بنوب. يعني وعمك وسألك ليش جايين واجابكن على الشام، يعني شغل باله جينا هيك على غفله؟ ايه بس هيك الواحد بيسأل ضيوفه نانا؟
ولا من اول بده يانا نرجع على حلب وما بده يشوفنا؟ لا لك بنتي لا، مو هيك القصة. يعني يمكن عمك حسب انه صاير معنا شي شغلة فانشغل باله سأله. نانا لا تدافع عنه، انا مثل اخوي ما بقى بدي فاتن تصير مرت اخوي. خلينا من بكير نسافر على حلب احسن ما نتقلع من هون تقليع. شو هالحكي؟ ليش مين بيسترجي قلعنا؟ عمي ابو عبود اللي ما طلعت من تمه كلمة تفضلوا تغدوا عندي، ولا قال لي تعي يا حسنية شوفي بنت عمك فاتن. اكو حتى ابن عمك هذا عبود صغير الجنسة وحاله ما بيعرفني بالدكان لما جيت. لك يا ستي يمكن لانه له زمان ما شافك مشان هيك ما عرفك. شلون ما عرفني حجي؟ ابوس ايدك حجي، شلون بتحكي؟ اذا انا وياه ربينا بالكتاب سوا واكلنا سوا وسبحنا بقويق سوا، يا الله وكيلك الفراف رايك لي من اجرينا شقف انا وياه. حاج حجي اخ معلش لك ابني لا تاخذ على حاصلك، ليكون زعلان منك لانه ما عم تسال عنه. يا نانتي بوس ايدك حاج تلفي وتدوري علي. اه خلص انا قصه بنت عمي كلها طفرت منها، ما عاد بدي هالجوازه. بكري بغضب عليك ها، اصحاب ترجع تعيد هالحكي مره ثانيه. يا حجي انا لا تقلي شيء، انا ما جاي على الشام هون لاتسيرن واشم الهوا. ايوه انا جاي لاتجوزك بنت عمك، عم بتفهم؟ وبعد هلا ما بدي اسمع هالحكي ابدا ابدا. امرك نانا امرك يا حجي يا ست الكل، روقي انت بس. خلص انا رح اوعدك انه ما ارجع افتح سيره بنت عمي ابو عبود الا لبين ما انت تروحي تشوفي شو رح يطلع منه وترجعي لعندي تخبري. هيك ها، الله يرضى عليك يا بكري، انت هدي لي اعصابك وترك الموضوع عندي واصبر شوي وما بتكون الا رضيان. يا امرك على راسي من فوق. هيك ها، الله يرضى عليك يا بكري ويرحم ابوك اللي خلفك. لخاي قوم جيب لنا اكل. اي والله متت من الجوع. ايه والله وانا كمان عصافير بطني صارت تزقزق. امي روح جيب لنا اكل وانا جوعانه كمان، يلا تقبرني يلا. وجب يلا الله معك. الله يرضى عليك، الله ينور دربك، الله يحميك يا حق. مش البلدي حطيته هيك بدي نيمه وغطيه لانه بتعرف الدنيا جايه. عمرين انت وياه هون لخان بهالقعده؟ وليش عم تسال خالي؟ والله لانه قعدتكم مي كويسه ومي وارده بربره لك عمي. حلو اسمع صاحبك شو بده، قعدتنا ما هي كويسة خالي. سمعت صاحبك شو بده؟ لا والله ما سمعت. صاحبي شو بده صاحبي؟ قال يعني قعدتنا مو منيحة هون، مو عاجبته لأنه لازم نبرك غير هون، كأنه اشترى الخان بهالغرفة اللي استأجرها. الخان؟ ايه معلم. ليش طالع صوتك وعم تعيط على الرجال؟ ما أنا طالع صوتي، بس الرجال بده يقلعنا من الخان كأنه هو صاحبه. سيدي صحيح الحكي اللي عم بسمعه لك عمي؟ أنا لا قلعته من الخان عمي، والخان مو خاني حتى قلع حدا منه، بس أنت معدل وبتفهم الأصول. الله بيرضى والعبد هدول يقعدوا هيك قدام غرفتي وفيها حريم متحوشين جوا لك عمي. غلطان أنا شي إذا قلت له روحوا بركوا بقرنة تانية؟ إيه غلطان. تعرف ليش غلطان؟ أول شيء أنت ضيف عنا هون بالخان، تاني شيء هذا الخان ما نوئله، تالت شيء عيب عليك تجيب معدلنا قدام المعلم أبو حكمي، رابع شيء خلصت درغام. مور معلم أنت والمر بتبعدوا عن الأوضة فهمان؟ الله وكيلك أنا بعيد معلم، شوفني وين قاعد هونيك بعيد. شايفك عود مشقيتي لك. تمر معلم. لحظة انت شو معدك من خالب العربكة الصباح؟ ما تروح على شغلة. انا ما قلت لك اني انا عم بستنى فارس ليجي من البزورية لانه معاوزه بموضوع ضروري وسري. انا بذات نفسي من اجا فارس من البزورية راح روح نادي له مشان تقله جوزين الكلام تبعه. شو يعني؟ يعني ورجينا عرض كتافة. لا يا عمي ابو حكمي هلأ سمعت كلامه وعم تقلعني من الخالب. مثل ما بدك تحسبها احسبها. نحسبها سيدي نحسبها، رح نورجيك عرض كتافنا ونسمعك خفة اجرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. درغام. ايوه مر. المسا بمر لعندك. مشي. وانت مر بلاه العلاك المصدي، يلا روح على شغلك. يا على راسي معلم على راسي. استغفر الله العلي العظيم. شو الناس هاي؟ حقك علينا عمي، اهم شيء تكون رضيان. روح على شغلك. روح الله يسر لك. كتر خيرك عمي، بيقول المثل غابك اصله بدلك فعله، ما عملت الا باصولك لك عمي. واجبنا عمي واجبنا.
الله يكثر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو يا الناس هاي؟ قاعدين لا شغلة ولا عندة؟ أنا طالعة، طالعة لشو صار بيناتهم. نانا لا تطلعي، شكلاً قضت على خير وأخوي راح من الخان. عن جد؟ ايه؟ ان شاء الله يا رب، الله يجيب العواقب سليمه يا رب. امين. لك يبعث له النار اللي تحرقه، هذا اللي كان بارك بالخان وقت اللي جينا، شلون كان عم يشرقني بعيونه شرق. منو هاد؟ هذا اللي كان بارك هو واحد تاني بنص الخان. ايه شفتهم شفتهم. ايش بدي احكي لك يا نانا؟ ايه ما قام نظروا عني طول ماني واقفه وقت اللي كان اخوي بكري عم يتفاهم مع الزلمه مشان الاوضه. لك يبلاهن بقتلهم وينعموا جوز عيونهم عمي. يا معلم. عليك السلام ورحمه الله. ماشي ماشي. ايه السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمة الله. مسيك لقلك، تعطي هذا الكشال لزبون فوق. ماشي. وينه فارس؟ ليش ما اجى معاه؟ والله فارس يا معلمي شاف سته بالسوق عم تشتري غراض وما قدران تشيلهم يا حرام. إيه؟ عم راح يساعدها ليتوصلها على البيت. الله يجزيه الخير. وانت ليش تأخرت؟ خليها لربك يا معلمي، والله فتلت لك البزورية كلها، لنقيت لك أحسن بضاعة وجبتها. ماشي، يلا يعطيك العافية. الله يعافي لي. أنا واصل على البيت أتغدى، بدير بالك على الخان بغيابي. خلاص بأمر عيونك معلمي، لا تهكل هم. السلام عليكم. الله ييسر لك يا رب. نانا؟ لا حبيبتي. ليش لهلا ما رجع أخوي؟ ايش كني جاتي لك بنتي؟ رجعت بس كأنه طول، مو هيك؟ ما طول ولا شيء، الغايب عزله معه. بعدين انا سمعته عم بيقول بده يحلق دقنه، هلا بس يحلق دقنه بجيب الاكل وبيجي. طولي بالك. ومنين بده يجيب الاكل؟ منين بده يجيبه؟ من السوق هون جنب الخان، في سوق طويل كتير كتير حلو. هلا بجيب منه الاكل وبيجي. طولي بالك علي. منيح السوق قريب مشان ما يطول. لا لا ان شاء الله ما بيطول. خيب ربي هدول. يلا يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يلا يلا شباب، الله يرضى على اسمكم. هذا الكيس للمعلم ابو معتز، مشي وصانا عليه اليوم مستعجل، الله يرضى عليكم. تخلصوا بتوصلوا له اياه. بس تخلص تعبي لي كيس للمعلم ابو ياسر. تمام يا شباب. ابو حبي فارس صبحي ترمو. شباب شباب الحق. شوف الحق درغام والمر. لك شو شباب درغام؟ شوف درغام والمر. ايه؟ نازلين السفق بواحد كان عم يحلق دقنه عند الحلاق وفهمي. لك مين هزمون هذا؟ لك كرمه مين؟ شو عرفني؟ هذا قرايبه لأبو عبود النجار، ما عرفته؟ لك والله ما عرفته أنا. شي شلون ما بتعرفه؟ لك لحظة لحظة، والله شلشتني لك كرمه أنت. تعال لألا. لك لك أخي تعال لشوف إذا هذا زبون مثل ما عم تقول عنا. خلينا نخلصه من بين يدين. لك أخي لك ما لا عرفه مين هو بالأول، والله ما عرفته. لحظة شوي. لك صلي على النبي يا أخي. صلينا على النبي. العملك كرمه؟ ايه. لك هذا زبون عنا بالخان حلبي اسمه أبو بكري. مظبوط اسمه بكري وبيحكي حلبي. مظبوط. يلا يلا. لك شو يلا؟ ايش بدي اعمل له انا؟ يصطفي. لا يا طيب لا، روح فرقهم عن بعض احسن ما يروح من بين ايدين درغام والمره. لك اخي ما فهمتني، ما فهمتني درغام ليش عم يضربه؟ لك كرمه هذا هو الزبون الحلبي. هو بعينه شفته. اوف الحمد لله اللي انتهت الخناقة على خير. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. اوف كرمو. نعم. يلا تيسر على شغلك. الله معك. يعني ما بدك شيء مني معلم صبحي؟ لك شو بده يكون بدي منك؟ انا يا بوم الخراب، انت شو بدي؟ انا بوم الخراب؟ إيه لك انا لك اشتهيتك شي مره تفوت على هالخان بخبريه حلوه مثل البوبه، ما بتفوت الا وراك مصيبه. لك انا ما يلا روح تيسر. انا ما بحب الخناية وبريد الخير لكل الناس. على كلن الله يسامحك. سلام. الله يسامحنا جميعا عمي. لك يخرب دياره يخرب دياره، ليش هيك ساوي فيك لك ستي؟ ليش صحه؟ تبلي والله يا نانتي تبلي، بس الله وكيلك نقرتهم هن اثنين قتل كسرتهم تكسير. خرجهم بيستاهلوا الله لا يقيمه. وعمك ابو عبود ايش عمل لما شافك عم تتقتل معهم؟ عمك ابو عبود وقف يتفرج عليه هو ولاده بالحاره وكانه واحد غريب جاي لعنده. هلا عمك ابو عبود وقف يتفرج عليك وما عمل شيء؟ ايه هيك سوا يا حجه واكثر. لك الله وكيلك اعتبرني غريب. لا ما عم صدق ما عم صدق عمك يعمل هيك. أمنت بالله على النار نانتي، يعني أنا عم بتبلى عليه ولا عم بكذب عليكي مثلا؟ لا جد أنا ما عم بصدق ما عم بصدق إنه يوقف يتفرج عليك عم تتخانق مع الناس وما يقرب. لا صدقي ستي صدقي. عمي أبو عبود لو في خير ما كان ترك حلب وإجا عاش بالشام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك اطلع لبرا ورجيني مناشتك، اطلع لبرا ولا جايكوا لأخ صغير؟ دير بالك أخوي، تركيني هيك أختي، تركيني هيك أمي. اطلع لك حريمي اطلع. لك شوفي لك ترغام شوفي. اطلع ورجيني مناشتك اطلع. يا جماعة شبكوا شوفي. قلت لي عندك خل صبحي ورجع لورا. أنا بدي رغيف كرمالي بس فهمني شبكوا. صبحي عم بقول لك لا تدخل ورجع لورا، اطلع لك حريمي. أخي طولوا بالكم ان شاء الله. رجع كرمالك عمي ابو حكمي، كرمالك ما حد بحياته هلا ابو بريص. لك حاجة تتنطوط لك صغير انت والحموري المصدي ولك. سمعنا عمي سمعنا، ليش عم تتخانقوا درغام؟ سأل هدول عاملين حالهم رجال هو وهاد. لك نحن رجال وما راجل غصب عنا. لك طول بالك يا اخي. الحمد لله اللي خلصت على خير. لسه ما خلصت يا ستي، الله يجيب العوائب سليمة. الرجال بأصله وفعله الطيب لك عمي، بيقول لك إذا غابك أصله دلايله فعله لك خال. الأصل عاطل طلع منك لك عاطل. خلصنا درغام خلصنا بقى. خليه يسكت ويسد حلقه أحسن ما بعقر لك يا بعقرة بعدين. لك قرب يا رجال، قرب فرجيني حالك قرب. لك أنا رجال ابن رجال ولك؟ لك والله مبين عليك رجال، لا أنت ولا هاد. لك طيب ليش عم تتخانقوا؟ أنا بقول لك ليش عم يتقتلوا. قول أبو عبود. الحقيقة الشباب ما غلطانين، الغلطان ابن أخوي بكري. هذا الكلام اللي بينسمع عمي. بكري بحب المشاكل، بقى رجاءً سامحونا ولا تواخذونا. يضرب هيك ابن أخ. إيه والله حرام يكون قرايبها. هذا اللي عم يطلع معك يا عمي أبو عبود؟ إيه هذا اللي طلع معي. اسمعوا لك، ما بدي مشاكل. من بكرة الصبح بتدق بحالك وبتروح على حلب. ها هون بالشام بدي اشوفك طاول طاول الظل قرتي وجهك. تخلي شو لك تخل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك يا ابو عبود ما بدنا نفهم شو القصه، شو صاير بيناتهم؟ مثل ما قال لك ابو عبود عمي، هذا الولد ازعر وصاحب عي. والله انا اللي شايفه انه الزلمه ما غلط. لك شلون ما غلط ولا صبحي؟ شلون ما غلط وهو اللي هجم علينا بالحاره من دون لا اذن ولا دستور؟ ايه سيدي ايه ما غلط الزلمه، وانتو كمان مسموعياتكم بالحاره سودا مثل الفحم، وانتو اللي هاجمين عليه مو هو اللي هجم عليكم. اسمع صبحي، اسمع صبحي لك مر عم بيدافع عنه. وانت شو عرفه؟ شلون شو عرفه؟ شلون شو عرفه؟ انتو تخانقتوا معه بالحاره لما كان عم يحلق ويجيب اكل للحريم، هيك ولا مو هيك؟ مزبوط مزبوط معلم، الزلمه ما قرشهم، هن اللي بلشوا بالضرب. انت بلا كرمه حسابك عندي بعدين. معك على كرمه ما حدا بيقرب. سمعنا درغام سمعنا انت وياه، خلصنا بقى. طب هذا بكري واحد كذاب وهو اللي تعدى علينا. ابو الدراغيم انتو شايفينه غريب عليكم لهيك هجمتوا عليه. لك يا عيب الشوم عليكم، بس عاملين حالكم رجال. لك حرام على هالشوارب يلي بوشكم. با يا شباب انا وصلني خبر من حلب بانه ابن اخوي بكري عم بيعمل مشاكل، مشان هيك الشباب ما في عليهم حق. مو صح الحكي. هيك يا عمي ابو عبود منين وصلك هذا الحكي؟ اذا من يوم اللي سكنت عنا بالحاره ما شفنا حدا لا من اهلك ولا من قرايبينك الا لليوم. وصلني خيو وصلني. وصلك ايه عم اقول لك وصلوا. يلا درغام انت والمر كل واحد على شغله. اسمع درغام، على هذا الرجال ما بتقرب لا انت ولا المر، مفهوم؟ اسمع انت يا عمي ابو حكمي، اذا بيقرب علينا بدي كرسح لك يا كرسحه. بتقول له انه هو ما يقرب علينا نحن ما بنقرب عليه. ماشي ماشي عمي، تسهل على شغله. ايه راي يلا مر الحقه. لك خلصنا وانت كرمو. حاضر. الله يرضى عليك على شغله. يلا حاضر. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله معك كرمو، مع السلامه. شو عمي ابو عبود؟
لأيك سكتت على خناقة ابن أخوك مع شباب حارتنا اليوم. في شي بيناتكم لك عمي؟ لخا إيش بدكم في بيناتنا؟ أنا شغلي ما بدي إياه يتقاتل مع رجال حارتكم، هي القصة. أوه. إيه لا عمي، بس الصراحة الموقف اللي عملته معه مو موقف رجال. إيش عملت؟ لك إيش وإيش عملت؟ لك إتاركو قاعد عم ياكل قتل من شباب حارتنا وإنت قاعد عم تفرج عليه، ما بيصير هذا الكلام. شلون ما بيصير؟ يعني ولو ابن أخوي، إذا كان على غلط على غلط. ايه سيدو، واذا كان على غلط بدك توقف معه وتساعده، اذا شايفه على غلط طلعه من الغلط، مو تخليه قاعد عم ياكل قتل ويفرق وانت واقف عم تفرج عليه، ما بيصير. لك دخيل عينك يا صبيح، والله عم تحكي مدوزه. لك خلي لي اياك يا معلمي. سمعت عمي؟ سمعت الكلام؟ من لحمك ودمك. انت شو؟ انا ما بدي اياكم تجوا لعندي لهون على الشام ابدا. وليش ما بدك يانا نجي على الشام ابدا؟ لأنه ما بدي أجوز بنتي لحلب. يعني أنت عارفان نحن اللي جينا عالشام؟ طبعاً بعرف، من وقت ما أجي بكري لعندي على المحل عرفتك إيش عم تطبخي. ليش بتقولي من الأول إنه ما بدك تجوزني بنتك عمي أبو عبود؟ ليش لا تخليني طالعك من قلبي؟ كنت مفكرك بدك تنزل محل المرحوم أبوي بقلبي. ليش لا تخليني أكرهك؟ ليش؟ ليش؟ أصلاً أنا مو جاي لأتجوز بنتك، ولا طمعي كله بجوازة بنتك. أنا جاي شم ريحة أبوي فيك. إيه؟ جاي شم ريحة أبوي فيك. تعرف شو قال لي قبل ما يموت؟ قال لي بدي ضايع عليك يا ابني يا بكري، روح تصارح عمك أبو عبود مع عمك أبو مالك. تعرف شو قيمت عند الله صفحة الأخ مع الأخ؟ هاي كانت من وصايا وأنا اتبعتك. بس ليش هيك انت عم تعمل معي؟ ليش عم تكررني فيك يا عمي؟ ليش؟ والله انا بحبك. قلت له كيف بدي رجعه لاخو؟ قلت له كيف بدي رجعه؟ قال لي اتجوز بنته فاتن، هي اكثر وحده بولاده بحبها، واذا تجوزتها ونزلتها معك على حلب بده يصير ينزل لحلب وينجبر يشوف اخوه اكثر من مره وتصفى القلوب بيناتهم وهيك بيتصالحوا. الله يرحمك يا خاي يا بكري. حسنية، ضبي غراضنا خلينا نسافر على حلب. يلا. لا يا مو، ما في روح على حلب، خليكي بركي هون عندي. وش بدي اساوي هون انا؟ خذوني معكم لعند اخوي ابو مالك مشان اعتذر منه ومنك ومنكم. ومن شو خجلان؟ خجلان من عملتي معه، لاني عليت صوتي عليه قدام العالم وما اعتبرته مثل ابوي. بس والله يا يوم هو مسامحك. ما هو اللي بعت لك هي المسبحة يا عمي، وقال هي مسبحة أبوك الله يرحمه. فعلا هي مسبحة أبوي، مسبحة أبوي. هي إلك يا يوم، هي إلك. هي كانت معه أمانة من أبوه، وهلأ هو أمنك يا هقلك. أنا بحمل وبحطها على راسي. الله يرضى عليك يا يوم، الله يرضى عليك. الحقوني على البيت يوم. قبل ما نلحقك على بيتك، شو مشان بكري وفاتن؟ لك يوم انت بتأمري امر، فاتن خدامة ببيته لابن اخوي بكري. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. حمد لله يا عمو. الف مبروك يا ابني، الف مبروك يا بكري. ان شاء الله الف مبروك. اسمعونا في الغوطة. يا ابو حكمي، انا هلا ما راح احكي شيء لا مع درغام ولا مع المر، بس مره ثانيه اذا بيعتدوا على صهري بكري ايامتهم بدي ايمه. سمعت مثل ما سمعت؟ ايه سمعت لك يا معلم، سمعت.
على الراح.